كانت مدينة بخار القديمة تلمع تحت شمس آسيا الوسطى الحارقة. في يونيو من عام 1848 لم تجد هذه المدينة الصاخبة على طريق الحرير راحة من حرارة الصيف. كانت القوافل المحملة بالحرير والتوابل والقصص تجوب شوارعها المتربة، ولكن تحت قشرة التجارة كان الخوف يتخلل الأجواء. كانت بخاري ترزح تحت حكم الأمير نصر الله خان المعروف بقسوته وتقلب مزاجه. بين جدران قصره الشاهقة وجد ضابطان بريطانيان نفسيهما تحت رحمة هذا المستبد، الكولونيل تشارلز ستودارت والكابتن آرثر كونولي. أصبح الآن بيدق في لعبة مميتة أكبر بكثير مما كان بإمكانهما تخيله. كان الهواء ثقيلاً برائحة العرق والخوف في الزنزانة الضيقة. ستودارت الجندي المخضرم الذي صقلته سنوات الخدمة في الهند تحمل سجنه بصبر وثبات، لكن نظرته كانت تخفي قلقاً عميقاً على رفيقه الأصغر. كونولي رجل الأدب والمغامر الرومانسي كافح للحفاظ على رباطة جأشه. لقد سافر إلى بخاري مدفوعاً بعطش للاستكشاف ورغبة نبيلة في مكافحة التجارة الرقيق التي ابتليت بها آسيا الوسطى. الآن أصبح واقع مأزقهما ثقيلاً عليه. كان الأمير الرجل الذي كان يتلذذ بسلطته المطلقة يتلاعب بأسراه. تحولت الأيام إلى أسابيع ثم إلى أشهر، وتحولت وعود الإفراج إلى تهديدات بالإعدام، وتضاءلت حصهم الضئيلة من الطعام، وأصبح ظلام زنزانتهم عذاباً مستمراً. تمسك ستودارت وكونولي بالأمل، أمل في الإنقاذ، أمل في أن يسود المنطق، أمل في ألا يكون تضحياتهما عبثاً. قبل عام من سجنهم، غامر ستودارت بمفرده في أراضي الأمير. كلفته شركة الهند الشرقية البريطانية بتأمين التحالفات ووقف تقدم الروس، وحمل على عاتقه ثقل الإمبراطورية. كانت مهمته إقناع الأمير بالتخلي عن علاقاته مع روسيا واحتضان البريطانيين كحماة. إلا أن الأمير أثبت أنه مضيف لا يمكن التنبؤ به وخطير. أساء أسلوب ستودارت الصريح وتمسكه بالبروتوكول إلى غرور الأمير، فاتهمه الأمير بعدم الاحترام والتجسس، ليجد ستودارت نفسه سجيناً بين الجدران التي كان يأمل في تأمينها لصالح المصالح البريطانية. علم كونولي صديق ستودارت ومعجب به بمحنته، فقرر الانطلاق في رحلة خطيرة إلى بخاري بدافع من الشعور بالواجب والولاء. كان هدفه هو مناشدة طبيعة الأمير الأفضل وتأمين إطلاق سراح ستودارت. كان كونولي يجيد اللغة الفارسية وملماً بتعقيدات عادات آسيا الوسطى، لذلك اعتقد أنه يستطيع النجاح حيث فشل أسلوب ستودارت المباشر. إلا أن وصوله إلى بخاري تزامن مع تحول في الرياح السياسية. أصبح الأمير الذي تزايدت شكوكه في نوايا البريطانيين وتأثر بهمسات مستشاريه أكثر بارانويا. ولم يؤدي وصول كونولي إلى تأمين إطلاق سراح ستودارت، بل أحكم على الرجلين بالمصير نفسه. اعتبروا جواسيس، واعتبرت رسالتهم تهديداً لنفوذ الأمير، وأصبح سجنهما، وهو زنزانة رطبة قذرة تعرف باسم البئر السوداء، تجسيداً ملموساً ليأسهما. البئر السوداء، وهي حفرة محفورة في الأرض مخصصة لإلد أعداء الأمير، لم توفر لهما أي راحة. كان الظلام هو رفيقهما الوحيد، وكان الهواء الكريه ثقيلاً برائحة الموت والتعفن. كانت الفئران تجري عبر القذارة، وكانت الأصوات الوحيدة التي كانت تصل إليهما هي صرخات البائسين الآخرين الذين شاركوهما مصيرهم. هنا في هذه الحفرة من اليأس واجه ستودارت وكونولي فناؤهما. دون علم بالضابطين المسجونين، ازداد مصيرهما تعقيداً
بسبب الأحداث التي كانت تتكشف على بعد مئات الأميال. كان قيصر روسيا نيكولاس الأول قد وضع نصب عينيه التوسع في إمبراطوريته جنوباً، وأصبحت آسيا الوسطى ذات الأهمية الاستراتيجية والموارد الهائلة هدفاً رئيسياً. وانتشر مبعوث روسيا في جميع أنحاء المنطقة يعرضون الهداية ويقيمون التحالفات ويهمسون بوعود الدعم ضد التوغل البريطاني. أدرك أمير بخاري الذي وقع في شبكة من المؤامرات مدى خطورة موقفه. كان يخشى البريطانيين والروس على حد سواء، فكل منهما يشكل تهديداً لسلطته. وتفاقمت مخاوفه بسبب الشائعات التي ترددت عن مؤامرات بريطانية ووعود روسية، وفي النهاية اختار أن ينحاز إلى ما اعتبره القوة الأكبر. كان سيرضي القيصر ويجعل من الضابطين البريطانيين عابرة. في ذلك اليوم الحار من شهر يونيو عام 1800، وصل جلاد الأمير إلى البئر السوداء. استقبل ستودارت وكونولي اللذان أنهكهما السجن لأشهر ودعمهما إيمانهما مصيرهما بكرامة كذبت ظروفهما. تم إخراجهما من زنزانتهما وهما يرمشان تحت وهج الشمس القاسي إلى باحة القلعة حصن الأمير الضخم، تجمع حشد من الناس متلهفين لمشاهدة مشهد زوال الكفار. كان الأمير جالسا على عرش مذهب يشاهد بهدوء ستودارت الذي أدان آسريه بصوت ثابت. أعلن براءته وأعلن ولائه الثابت للتاج البريطاني. وتحدث كونولي بقوة عزيمة عن رحمة الله وصلى من أجل أرواحهما. ترددت كلماتهما التي اتسمت بالتحدي والعزم في جميع أنحاء الباحة لتشهد على شجاعتهما في مواجهة الموت. أرسل إعدام ستودارت وكونولي موجات صدما عبر الهند البريطانية. امتزج الغضب بإدراك مرير، لقد حصدت اللعبة الكبرى أول ضحاياها من الشخصيات البارزة. أدى الحادث إلى تصلب عزم بريطانيا، ولم يعودوا يقللون من شأن قسوة خصومهم الروس ولا من طبيعة سياسة آسيا الوسطى الغادرة. كان مقتل هذين الضابطين بمثابة تذكير صارخ بالتكلفة البشرية للإمبراطورية وبطبيعة الدبلوماسية غير المستقرة في عالم على شفا حرب. استمرت اللعبة الكبرى لعقود. واجهت بريطانيا وروسيا اللتان انخرطت في صراع من أجل السيادة، بعضهما البعض على ظهور الجمال وفي بلاط الحكام والأمراء. أصبح الجواسيس والدبلوماسيون والجنود والمستكشفون جميعا لاعبين في هذه اللعبة ذات المخاطر العالية. كان مصير الدول على المحك، وكثيرا ما كانت أرواح أفراد مثل ستودارت وكونولي تقدم كذبائح على مذبح الطموح الإمبراطوري. تعد قصة ستودارت وكونولي قصة تحذيرية، تذكير بالتكلفة البشرية للمكائد السياسية وإرث اللعبة الكبرى الدائم. لقد سلطت تضحيتهما، وإن كانت عبثية في النهاية، الضوء على الوحشية والغدر الذين اتسم بهما في كثير من الأحيان الصراع على السلطة في آسيا الوسطى. إن أسماءهما التي كانت تهمس فيما مضى داخل جدران قصر الأمير تذكر الآن، كرموز للشجاعة والقناعة وروابط الصداقة الدائمة في مواجهة الشدة. إن قصتهما، وهي هامش مأساوي في سجلات التاريخ، لا تزال تتردد أصداؤها لدى أولئك الذين يدرسون اللعبة الكبرى والتفاعل المعقد بين السياسة والثقافة والطموح البشري الذي شكل مصير آسيا الوسطى. إنها بمثابة تذكير بأن السعي وراء السلطة إذا لم يتم ضبطه بالرحمة وإرشاده المبادئ الأخلاقية يمكن أن يؤدي إلى قسوة لا يمكن تصورها، وأن يضعف في النهاية الإنسانية ذاتها التي يسعى إلى النهوض بها.